السلام عليكم. سجلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم الثلاثاء حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 3 في مفترق طرق أولى الزوايا في سوق نعمان بولاية أم البواقي. وحسب ما أفادت به الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإن مصالحها تدخلت على الساعة 7:45 من أجل حادث مرور خطير تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين نتيجة اصطدامها بسيارة، أين هوت إلى أسفل وادي مليء بالصرف الصحي، مشيرة إلى أن الحادث خلف 15 ضحية لهم جروح وإصابات مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم للمصالح الاستشفائية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية.